السلام عليكم خوتي، تحياتي لكل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلم على موضوع اليوم، حبيت نتكلم على الخسارة لنادي حسين داي، خسارة اللي نوعا ما سوف تعقد المأمورية لنصر حسين داي، خاصة أن المقابلة القادمة ستكون مقابلة كأنها مقابلة الكأس، مقابلة نهائية قبل الأوان ضد نادي الزمالك. نادي الزمالك المصري يعرف يتفاوض خارج الميادين، يعني خارج الميدان تاعو دائما يحقق نتائج إيجابية، بدليل أنه فاز على نادي الأنغولي خارج الميدان تاعو، والخسارة هدفين لصفر لنادي حسين داي نوعا ما عقدت الأمور. إن شاء الله نتمنى أنه نادي حسين داي يدارك في المقابلة القادمة في 5 جويلية، وإن شاء الله الفوز ولمرة التأهل والذهاب بعيدا في منافسة الكأس، كأس الكاف والكأس الكونفدرالية. موضوع اليوم ما شد انتباهي في المسيرات اليومية لكافة الجزائريين بكافة أطيافهم وكافة مناصبهم وكافة، يعني شفنا اليوم المحاميين والقضاة. ما شد انتباهي هو محامي انه رفع لافتة ضد خير الدين زطشي وطالبه بالرحيل، ويعني تكلم انه قال له بالعباره حتى انت يجب يعني ترحل، يعني بما انك حتى انت يا زاتشي مطالب بالرحيل، بما انك من المنظومه فمطالب بالرحيل. انا كلامي قلته سابقا ومش لازم نعاود، لكن حبيت نوضح بعض النقاط. احنا كي نقولوا خير الدين زاتشي نقولوا السياسه، هناك كي نتكلموا على السياسة، خير الدين زطشي قلتها ورأيي ثابت فيه، يعد من أضعف، والله ما نقولوش يعد من أضعف، أضعف رئيس اتحادية منذ الاستقلال. كلمتها سابقا ونعاود نقولها، أضعف رئيس اتحادية منذ الاستقلال. كيف نحكم على واحد، واحد يقول لي أنت شيات روراوة، خلاص نساو كلمة شيات روراوة، أنا ماني مع حدش، أنا مع المصلحة العامة، أنا مع الشعب. انا ما لا ادروات لا غوش، اللي خدم نقول خدم واللي ما خدمش نقول له ما خدمش، راه راه خدم ويخدم. زاد شي ما خدمش نعطيكم بالادله، زاد شي ما خدمش. قلنا باللي من اضعف رئيس اتحاديه منذ الاستقلال. كيف اضعف رئيس اتحاديه منذ الاستقلال والسيد هذا عنده غير عامين وراك طايح عليه؟ صح. علاش قلت انا اضعف رئيس اتحاديه منذ الاستقلال؟ لان خير الدين زاد شي وفر له كل الامكانيات. خير الدين زطشي وفر له كل الامكانيات. لو كان رئيس اخر ما عندوش الامكانيات اللي عند زطشي ما نلومش. انا لو زطشي حكم الاتحاديه وفلس ما فيها ما عندوش امكانيات هذه نوع ما اتسامح معه، رغم انه تسير عشوائي، لكن اتسامح معه. لكن خير الدين زطشي عنده كل الامكانيات اللازمه كما نقولوا حنا تخليه يكون عنده اتحاديه قويه، تخليه يكون قمه في التسيير، اتحاديه محترفه باتم معنى الكلمه. لكن للاسف حدث شيء اخر، يعني زاتشي عنده مركز سيدي موسى من احسن المراكز في افريقيا ورقم واحد في افريقيا ومن احسن المراكز في اوروبا وفي العالم. واش قال اشيو؟ قال اشيو باللي مركز سيدي موسى كي جينا لقيناه يعني ما كانش حاجه تبدلت فيه. زاتشي ما جابش حاجه اضافيه لمركز سيدي موسى. هذه الاولى. عنده اكثر من 750 مليار بلا سندات نتاع الدوله. 750 مليار خلاها رئيس الاتحادية السابق روراو. 750 مليار يا أخي دير نهضة كروية، نهضة 750 مليار بدليل، والراحت بدليل لي سولي لي جوار ما كانش. ما قلتهاش أنا، قالها أشيو كما سمعتوها. قال أشيو دوموندينا لي سولي اللي في من كرومبون على جال باش ما لي جوار ما يزلقوش في التيران تاع 5 جوي. دوموندينا يقولوا لنا اصبروا غدوه، اصبروا غدوه، اصبروا غدوه،
قال لك رحت جبت انا، جبت يعني حسين عاشور، قال لك جبت انا ريسولي واعطيتهم لي جوار. كاين حتى اللي جوار ما جاش قدو، ما دخلناهش يلعب. باش تعرفوا كيف كان يمشي، تمشي اتحاديه الحومه، والله الرئيس الفريق يمشيها خير منه. نادي تجيب نادي عادي في الجزائر تمشي، يمشي مسمو تلقاه مسير احسن من الاتحاديه. سولي وضرنا لاعب على جال سولي، لاعب ما لعبش وما استفادش من المنتخب الوطني على جال سولي. شفتوا كيفاش؟ كيقول لكم انا يجب الرحيل، وانا ما قلتش انا كي الشعب اخرج ضد العهده الخامسه ضد المسيره. انا عندي شهور وشهور وسنوات ممكن نخلص. ملي حكم، ملي فوت زرتشي 6 شهور الاولى قلت لكم لازم ديغاج، لازم الرحيل. لانني نعرف نقرا، انا نشوف انسان نعطيه 6 شهور 7 شهور خاصه في زرتشي، لانه كل الظروف موفرت له. لو كان جا رئيس اخر ما عندوش الامكانيات، ما عندوش مركز سيدي موسى، ما عندوش الملايير، ما عندوش اللاعبين، ما عنده والو، نقدر نعطيه وقت، نسمح له نعطيه عامين، عام ونص، عامين نعطيه وقت، لانه ما عنده والو. لكن هذا عنده كلش، توت اوبسيون، كلش كاين، كلش متوفر. بصح خدمه ربي يجي. اذا هذا علاش قلت انا شهور وعام ولا فات من اللي حكم جد، وانا نقول بالرحيل. يعني مانيش انا قضيه راكب موجه ولا انا ما ولد الشعب وانا جاي مع الشعب. انا ما خرجتش انا من انا ولد الشعب. الشعب اراد التغيير فله ما يريد، الشعب اراد التغيير فله ما يريد، الشعب اراد ان اسقاط النظام فله ما يريد، الشعب ضد العهده الخامسه فله ما يريد. هذا متفقين فيه. انا ما ركبتش الموجه، زادشي عندي شهور ترجعوا بالزمان، وانا نقول لكم لازم يروحوا. مش غير زادشي، يا البيرو فيديرال كامل، يا بزادشي بحداد، باترون كامل، رغم انه ولد زمير اللي خلاص انسحب مع منه، ما عادش معاه. نحكوا لنا اللي حال اللي فاعلين، بهلول الماناجير تاع ليكيب ناسيونال تاع لي ريزيرفي لي زوتيل، هذا ما يخدمتو لي ريزيرفي، برك انا نديرها لكم. كون جيتو هنا، كون دخلتوني هنا عندكم في الفاف، نروح ريزيرفي لكم اونلاين، ما تشقامو اونلاين، ريزيرفي لكم في لوتيل عادي، في الانترنت عادي، ساهل طوف. زيد شكون بلي جابوهم صحبابهم وصحابهم اللي ودي يقول لك منظومه، كامله، منظومه فاسده، بلا ما ننسوا الصحافه والاعلام، لانه الاعلام دوره فعال، اعلام فاسد، اعلام يصور لكم اللاعب المحلي كانه هو يلعب في دوري ايطالي ولا الماني، وفي نفس الوقت يقول لك رانا عندنا الكوكايين والهيروين هذه والشيشه وكذا. انت من جهه تقول باللي ما عندناش بطوله، ومن جهه اخرى تقول لازم يلعبوا لي جوار، ونزيد مش لي جوار كامل يلعبوا، هما يعيطوش تاع الصوره، ما يعيطوش تاع الصيف، يعيطوا لي جوار حبابهم، جوار نتا وحم فوالا. فهمتوا كيفاش؟ يعني جوار نتاع حبابهم تاع الباك نتاع الياسما، بعض من تاع الياسما تاع الباك، يعني حبابهم. يعني كيفاش تصوروا واحد كيما اوكجا ميير غارديان في الدي في لا ليغ 2 في فرنسا، حابين يرومبلاسيوه ب بتاع حسين داي اللي ضربوه ب 2-0، حابين يرومبلاسيوه ب بتاع بارادو، وجابوه تاع بارادو في بلاصه مبولحي. سادس احسن حارس في مونديال 2014 في العالم، سادس احسن حارس، حابين ينحيوه وجابوا تاع بارادو، وبالفعل مشات لهم وجابوا تاع بارادو، لانه ما لا حاسبه ولا رقيب. الان امور تغيرت، الشعب فاق، هذه وحده. وسائل الاعلام تعرات، تكشفت وبانت شكون وسائل الاعلام هذه، بان صحافه الكاسكروت شكون، وبان الصحافي النزيه، وبان من الصحافي المزيف. الامور اصبحت واضحه. قضيه اخرى، قضيه اللاعبين هذوما تاع اللي يفرضون بالقوه ثاني، ما بقاتش بقى ذوك الركبه عندك فوالا، ما عندكش تريح. منين جيت؟ هذه الحكمه، انت منين جيت يا اللاعب المحلي راه ينفخوا فيك، منين جيت؟ جيت من بطولة تاع كوكايين وتاع الشيشة وتاع ترتيب المقابلات وتبيع تاع لي ماتش والاربيتراج، يعني كلش فو، ما بني على باطل فهو باطل، كلش فو، كلش فو. هارد عندنا بطولة، يعود عندنا بطولة محترفة، أتم معنى الكلمة، عندنا الاحتراف، عندنا تحكيم جيد، لاعبين منضبطين، لاعبين في لياقة بدنية عالية، رغم أنه أنا ما نامنش، أنا نامن بحاجة. للاعب المحترف يحترف في اوروبا، ما عليش يا سيدي،
نهار يعود عندنا الظروف كامل لي كونديسيون، عندنا الاحتراف اتم معنى الكلمه، وعندنا قنوات محترفه، كنعيطوا للاعب المحلي مقبوله مقبوله. انت يا جوار ما عرفش دير دو كونترول دو بال، جوار كاجا كاجا يتيري بيلونتي يخرجها لبرا ويدي 350 مليون الشهر. امر مش منطقي. الان باش نعاود ونكرر زاتشي في ورطه، الان الشعب خلاص روحوا بلا قدر خير، لانكم كل يوم راح نزيدوا يضغطوا عليكم بعض الصحفيين النزهه، ومن بعد تبدا تكبر مجموعتكم يدوروا عليكم، زيد من بعد يدوروا عليكم ناس اخرين، وتعودوا في ضغط وتعودوا في احراجات. كابتك ولايتك، انا قلتها ونعاودها، كابتك ولايتك حداد، كابتك ولايتك زاتشي كيف كيف، هو بهلول كيف كيف، بدان كيف كيف، كابتكم ولايتكم. ودو معاكم ثاني باش ما تنساوش، ودو معاكم احبابكم الصحفيين تاعكم، كركروهم معاك خلاص. الجزائر ما تبدلت، الجزائر اليوم جزائر الشباب، قلتها ونعاودها خلاص، بدو جماعتكم واحبابكم وروح وراح الله والله والسماح والرباح كما يقولوا، مسامحيكم دنيا واخره. اليوم محامي تكلم عليكم ما بقاش، سما الراي العام خلاص فضحكم، هذه هي خلاص، كل بدايه نهايه. انتم بينتوا الفشل نتاعكم وحقدكم وكرهكم لكل ما هو جزائري، اللي زي الجزائريين في الغربه هاجمتوهم، ولاد بلاد حاربتوهم، غلام حاربتوه، محرز هاجمتوه، بن طالب هاجمتوه، طيدار هاجمتوه، علاه فرقتوا بين ابناء الوطن الواحد، طلعوا في الجوار نتاعكم انترناسيونال بالقوه. خلاص دوام الحال من المحال يا اخي العزيز، دوام الحال من المحال. اذا كابتكم ولايتكم. في الاخير اخوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.